الحمد لله رب العالمين الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان محمدا رسول الله الصادق الوعد الامين المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه الطاهرات امهاتنا امهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك ومنك وجودك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين أما بعد أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد برنامج كيف رباهم رب النبي عليه الصلاة والسلام أبناء وبنات المسلمين على حب قيام الليل فالليل أنس المحبين وجنة المشتاقين وبستان العارفين الليل اجرى الله عز وجل فيه ايات باهرات انجى الله عز وجل فيه لوطا عليه السلام قال له فاسر بعبادي ليلا فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون الليل جعل الله عز وجل فيه البرهان لابراهيم عليه السلام على المشركين قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين الى اخر الايات الليل اسرى الله عز وجل فيه بي بحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه واله ومن والاه قال الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فالليل اشرف من النهار كما قال كثير من اهل العلم الليل محل السكن ومحل اجتماع القلب ومحل الهدوء والسكون قال الله عز وجل ومن رحمته جعل لكم النهار وجعل لكم الليل لتسكنوا فيه او كما ورد في هذه الايه. هذه الايه تبين ان الليل محل السكون فهذا الليل الطويل في الشتاء وغير الشتاء هذا الليل الطويل علينا ان ننتهز فرصة وجودنا في هذه الحياة فنستغله افضل استغلال لأن الليل والنهار يشهدان للعبد او على العبد يوم القيامة. بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ان الليل والنهار يشهدان للعبد او على العبد يوم القيامة. فانتهز فرصة وجودك في الحياة في استغلال هذا الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبب الى اصحابه والى ابناء اصحابه قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم قدوه لهم في قيام الليل، تقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم قدم النبي عليه الصلاه والسلام من كسره قيامه الليل، وهو لا يدري صلى الله عليه وسلم بذلك لانه في ملكوت اخر. ويعيش في ملكوت اخر مع ايات الله عز وجل ومع الانس بالله رب العالمين يحكي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح الامام البخاري انه صلى الله رضي الله عنه وارضاه بات ليله عند خالته ميمونه وبينما هو نائم في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم واهله في طولها حتى انتصف الليل او قبل انتصاف الليل بقليل او بعد انتصاف الليل بقليل هكذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه ثم تلا العشر ايات الاخيره من سوره ال عمران من سوره ال عمران وهي قول الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر الايات ثم قام النبي عليه الصلاه والسلام يصفه عبد الله ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى شن معلقه الى قربه معلقه فيها ماء فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم منها فاحسن وضوءه ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي ماذا؟ يصلي قيام الليل ماذا صنع هذا الغلام الصغير المراقب؟ لاعمال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان من عبد الله بن عباس الا ان قام فصنع مثل ما صنع. يعني ايه صنع مثل ما صنع؟ يعني قرا العشر ايات الاخيره من سوره ال عمران ثم ذهب الى هذه الشن المعلقه نعم عبد الله بن عباس كان يحفظ المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من حفظه القران قرا هذه العشر ايات ثم قام عبد الله الى هذه الشن المعلقه فتوضا منها كما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فاقامه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه قال عبد الله بن عباس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتل في اذني شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الصلاه والسلام يفتل في اذنه كالمداعب له وهو يصلي وكالمشجع له وهو يصلي كويس يا عبد الرحمن تمام يا عبد يا عبد الله تمام يا عبد الله انك قمت في هذا المقام وفي هذه الساعه التي لا يقوم فيها الا القلائل والافذاذ من الرجال وقمت انت وحاكيتني وصليت بجواري فصلى النبي عليه الصلاه والسلام ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين عدّ عبد الله بن عباس اثنا عشر ركعة ثم أوطر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة وكل ذلك يصلي بجواره عبد الله بن عباس أدب راقي أن نعلم أبناءنا أن يقيموا الليل معنا حالك أنت إيه الأول مع ربنا عز وجل في قيام الليل كيف حالك أنت هل تقوم من الليل لتنال الأجر في دقيقة واحدة يعني ابين لحضراتك لحضرتك فضل قيام الليل بين النبي عليه الصلاه والسلام قال من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئه ايه كتب من القانتين ومن قام بالف ايه كتب من المقنطرين يعني شوف الاجر قد ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لاصحابه من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين فقم حتى يا اخي ولو بعشر ايات في هذا الليل الطويل هذا الليل الطويل فان يعني اشتد عليك ذلك قم بعشر ايات فان وجدت خفه ونشاطا فقم ب ايه فان وجدت اكثر من ذلك فقم مره واحده حتى في عمرك كله بألف آية حتى تكتب من المقنطرين بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل داب الصالحين قبلنا ومرضاه لربنا عز وجل ومطرده للداء عن الجسم ومنهاه عن الاثم كل ذلك في فضل قيام الليل بين النبي عليه الصلاه والسلام ان في الجنه غرفه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قال الصحابه لمن هذه يا رسول الله فبين النبي عليه الصلاه والسلام وقال لهم لمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام وصلى بالليل والناس نيام نعم عباد الله بين النبي عليه الصلاه والسلام ان في قيام الليل ايضا شرف وعز للمؤمن قال عليه الصلاه والسلام وان واعلم ان شرف المؤمن في قيامه بالليل وان عزه في استغنائه عن الناس يا اخي والله انا اشفق على هذا النائم الذي ينام ويبول الشيطان في اذنيه ويترك هذا الخير الكثير العميم قيام الليل نعمه ما بعدها نعمه وهي دأب الصالحين بمعنى ايه؟ بمعنى ان الصالحين يداومون عليها فلا ينفكون عنها ابدا حتى يلقوا ربهم عباد الله احبتي في الله قال الله عز وجل مبينا صفات عباد الله الصالحين ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فكن من هؤلاء الصالحين وعلم أبنائك وأقم ابنك مرة واحدة حتى تنال أجر هذه السنة المهجورة بأن تقيم أبنائك وبناتك يا أخي مرة واحدة أقم زوجتك وأيقظ زوجتك لقيام الليل وخذ بهذا الحديث المر... الذي يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه مرحوم فقال ما يعني رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ف... وأيقظ أهله فأبت فنضح في وجاء الماء ثم ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فيعني في وأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء فقام فصليا جميعا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المرحومين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته